السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الفقهاء والعلماء، أبدأ الآن الرسالة المصورة التي أرسلها إليكم في مساجدكم ومؤسساتكم الكريمة بالتعريف عن نفسي. اسمي سارة العقمة، أنا ولدت في دمشق، عربية مسلمة ومتجنسة نرويجياً، قاطنة حالياً في السويد، وأتكلم معكم من خارج مسجد ستوكهولم. قررت بعد فترة من التفكير أن أرسل رسالة مصورة عوضاً عن أرسل رسالة مكتوبة إلى الشيوخ الكرام، لأنني قد شغل بالي أسئلة كثيرة لسنوات عديدة تتعلق بالدين الإسلامي، دين أهلي والدين الذي نشأت عليه، وأنا أعلم أن هذه الأسئلة نفسها تشغل بال الكثيرين من المسلمين المؤمنين وغير المؤمنين. لذلك أحب أن أطرح عليكم الأسئلة وأعلق بعض الشيء على هذه الأسئلة بأفكار قد دارت في رأسي. في كتاب الله الكريم تقول السورة: وقد خلقناكم من نفس واحدة. أن الله قد خلق الإنسان من نفس واحدة وجعل منها زوجها، جعل للرجل زوجه المرأة، وجعل للمرأة زوجها الرجل. هذا وارد في ستة سور في القرآن الكريم. وما هو معنى أن الإنسان مخلوق، الجنسين مخلوقين من نفس واحدة؟ التفسيرات العديدة أكدت على المساواة في القيمة، أن الإنسان إن كان امرأة أو رجلا فهو له نفس القيمة في نظر الله. وهذا التأكيد في المساواة في القيمة ليس مشكلة، ليس مختلف عليه، ولكن هناك ترد الإشكال والاختلاف، يرد في المساواة الاجتماعية والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الرجل والمرأة. ففي حين أن المفسرين الكرام يعطون المرأة قيمة مساوية للرجل، فإنهم يأخذون منها الكثير من الحقوق ويحددون من إمكانياتها في الحياة العملية، في الشارع، وفي الحياة السياسية. وأسألكم لماذا؟ لماذا لا تؤدي المساواة في القيمة، وأن الخلق قد جرى، أن الإنسان المرأة والرجل مخلوقين من نفس واحدة، لماذا لا يؤدي إلى مساواة في الحقوق والواجبات؟ إن هذا ليس فقط سؤالاً يتعلق بحقوق المرأة، فهذا التحديد من إمكانيات المرأة يؤثر على المجتمعات الإسلامية بأكملها. ماذا يحصل للجسد المجتمعي عندما تشل نصفه وتحدد من الحركة لهذا النصف؟ هذا المجتمع يصبح متخلفاً حضارياً، متأخراً في المجالات العلمية وفي الصناعة وفي الفن وفي الإبداع. فأعتقد أن هذه النقطة في الشريعة الإسلامية هي نقطة يجب النظر فيها مرة أخرى. وماذا بني هذا الاختلاف بين الرجل والمرأة؟ أولاً أريد أن أسأل بالنسبة لللباس. لباس المرأة، يقول علماؤنا اليوم
أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تغطي كامل الجسد ما عدا الوجه والكفين والقدمين. هناك بعض العلماء الذين يقولون أنها يجب عليها أن تغطي كل جسدها ما عدا العينين الذي يسمح لها بالنظر والرؤية. وهناك عالم في السعودية مرتبط بمسجد المدينة المنورة قد حكم بأن المرأة يجب أن تغطي كل جسدها ما عدا عين واحدة ليسمح لها هذا بالحد الأدنى من الرؤية. هذه الأحكام التي تشتد في الصلابة والتعصب، ما هو مصدرها القرآني؟ الآية الوحيدة في القرآن التي تتحدث عن لباس المرأة هي آية حيث تؤمر المؤمنات بأن يضربوا خمارهن على جيوبهن. والسؤال هو ما هو الخمار وما هي الجيوب؟ هل الجيوب هي كافة الأعضاء، كل جسد المرأة؟ كيف يجد العلماء سنداً لهذه النظرة؟ أنا أميل للنظر أن الجيوب هي المناطق حيث يلتقي الجلد بالجلد، مثلاً الصدر، فتحة الإبط. وهذه الآية أفسرها كهي دعوة إلى المؤمنات للتحشم، الحشمة عندما يكونون في أماكن عامة بين رجال ونساء غرباء عنهم. وهي هذه الآية لا يمكن تفسيرها بشكل أن المرأة سوف تغطي شعرها. الخمار كانت نوع من الزينة، قطع القماش التي تعلقها المرأة من شعرها هنا، ويمكن أن تغطي بها صدرها هكذا من غير أن تغطي الوجه وكافة الشعر والجسد والقدمين. هذه المبالغات هي نتيجة عن نسخ العادات التي كانت موجودة في مجتمعات قديمة إلى زمننا الحاضر. الإيمان بدين الإسلام لا ينبغي أن يعني نسخ العادات الاجتماعية والتقاليد بما فيها اللباس من القرن السادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد من شبه الجزيرة العربية. المشكلة الرئيسية في الإسلام هي أن التقاليد الشائعة في زمن الرسول لم تفهم كتقاليد متغيرة معتمدة على المكان والزمان، وإنما حولها كثير من العلماء إلى تقاليد متحجرة غير متغيرة، أصبحت نوعا من المنهاج والشريعة، وهذا لا يتناسب مع دين، مع روح دين سماوي مرسل إلى البشرية بأكملها ولكل الأوقات ولكل العصور. أيها السادة العلماء، لماذا نعيد خلق الماضي بدلاً عن أن نعيش حاضرنا سعين لعمل الخير ونفع الإنسانية؟ يقال أن المرأة فتنة، أن الإنسان لديه غريزة بشرية هي الجنس، الحاجة الجنسية، وأن الرجل من الصعب عليه السيطرة على هذه الغريزة. إذا ما كانت المرأة خرجت في الشارع غير محجبة أو منقبة مغطية كل جسدها، معالم جسدها ووجهها أيضا أحيانا. ولكن المنطق ليس سليما في هذه النقطة، لأن الأكل هو أيضا غريزة. نحن البشر عندنا غريزة هي البحث عن الطعام، الحاجة إلى الطعام، ونتمتع بالطعام عندما نأكل.
ولكن لا يوجد أي فقيه يقول لبائع الحلوى يجب عليك أن تضع ستارة على واجهة دكانك لكي لا تثير الغريزة والفتنة عند الرجال أو النساء الذين يعبرون هذا الدكان. وليس هناك أحد من العلماء يقول أن البائع المتجول الذي يدور بالخضروات يجب عليه أن يغطي الخضروات بحجاب أسود لكي لا يثير الفتنة. الأكل أيضا غريزة، الجنس غريزة، ولكن لا يعني هذا أن نعامل الغريزة بهذا النوع من التحجر. هذه الغريزة الجنسية ستنظم بشكل طبيعي تلقائي عندما نبني مجتمعا متمددا يتعلم فيه الرجال والنساء طرق التعامل والتواصل بمدنية، بأخوة، بتسامح، باحترام متبادل، ولا تحتاج المرأة أن تدور كخيمة سوداء متحركة لكي نصل إلى هذه النتيجة. في القرن 21 يجب علينا أن نحرر الإسلام من قيود التاريخ. لا يعني هذا أن ننسى التراث ونلقي التقاليد الحسنة، بل يعني أن نحاول أن نقرأ النص القرآني في المضمون الزمني المعاصر. في الحالات الاقتصاد والسياحة والتعامل بالأموال والبيع والشراء، فقد استطاع علماؤنا المسلمون أن يأتوا بأحكام جديدة مناسبة للعصر، ولكن عندما يتعلق بأمور حرية النساء، المساواة بين النساء والرجال، فلم تأتي أحكام تناسب العصر على الإطلاق. ولهذا أرجو أيها السادة العلماء أن تأخذوا هذه الرسالة بجدية كأنها صادرة عن نية طيبة في أن أدعم بهذا القطرة الوحيدة التي لدي، أدعم الدين الإسلامي بالتكيف والتطور، فإن غايتي الوحيدة هي أن تتحرك مجتمعاتنا المسلمة في طريق الرفاه والحرية. وشكرا لكم. ويقال أن المرأة والرجل قد خلقوا من نفس واحدة، وأن مكانة المرأة الدينية هي نفس مكانة الرجل الدينية في نظر الله. ولكن لماذا لا تدخل المرأة من نفس الباب إلى المسجد؟ لماذا تذهب إلى الباب الجانبي لتصعد في درج ضيق إلى غرفة ضيقة مغطاة بستارة أو بحائط خشبي؟ لماذا؟ لهذا فقد أقلعت عن الإيمان، لأنني لم أحس بالانتماء إلى الإسلام كفتاة. وعندما كنت صغيرة كنت مؤمنة، أصلي صلوات الخمسة، أقوم وأصلي صلاة الليل، ختمت القرآن 10 مرات، حفظت العديد من السور. ولكنني عندما بلغت 16 و17 من العمر أحسست أن إلها لا يعطيني قيمتي وكرامتي ويطلب مني أن أغطي الجسد الذي خلقه، أليس إلهي
الذي أحببته كطفلة، ولذلك أقلعت عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن، ولكنني الآن وعمري 40 سنة، فأنا أعلم أن هناك بعد دراساتي لتاريخ الأديان وخاصة في الديانة الإسلامية في جامعة أوسلو، فأعلم أن هناك تراث وغنى كبير في الإسلام. المشكلة ليست في القرآن أو في الإسلام كدين، المشكلة هي أن تقاليد أيام زمان وتفسيرات لعلماء عاشوا من 1000 سنة في مجتمعات مختلفة تماماً، بحاجات مختلفة تماماً، بدون انعدام الإنترنت، بدون المجتمعات الجديدة هذه. هؤلاء العلماء تفسيراتهم وتعليقاتهم على القرآن حولها بعض علمائنا وفقهائنا إلى، أستغفر الله العظيم، إلى نصوص إلهية، أستغفر الله العظيم. هذه كانوا بشرا، لم يكونوا أنبياء أو آلهة. الشيخ الغزالي رحمه الله وأدخله جنانه، ولكنه كان بشرا، لم يكن أحسن مني، ولم يكن أحسن من طالب الشريعة الذي يدرس الشريعة اليوم. لا يمكن أن نحول الحاضر إلى صورة من الماضي. فإذا لم يسمح لي السادة العلماء كامرأة أن أكون بهذا الشكل محتشمة، ولكن لا أحتاج أن أخفي نفسي في داخل خيمة لأتحرك في الشوارع، إذا سمحوا لي أن أدخل مع أخي المسلم وزوجي من الباب الرئيسي للجامع، أصلي جنبا إلى جنب معهم، عندها يمكن أن أفكر بالعودة إلى دين الإسلام. ولكن الآن أريد أن أعبر عن مشاعري وأفكاري عن الوضع الحالي للشريعة الإسلامية، الوضع الحالي للتفسيرات والتعليقات والأحكام من علمائنا في العالم الإسلامي، بلوحة رسمتها في الأيام المؤخرة تعبر عن تفكيري وعن مشاعري الآن، وأتمنى أن يتغير الواقع الذي تصوره هذه اللوحة. وشكراً لإصغائكم.